تجتمع لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لانتخاب رئيس لها بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بإبطال عضوية مرزوق الخليفة، فيما تعقد لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية اجتماعها لمناقشة مجموعة من الشكاوى المتعلقة بوزارة الكهرباء والماء في وزارة النفط والشركات التابعة لها، كما تناقش اللجنة بند ما يسجد من أعمال بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء أو من ينوب عنه.